افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية مؤتمر الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت رعاية سعادته. هذا وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين تسعى دائما لتعزيز الحوار الاجتماعي خاصة على الصعيد العمالي، حيث تزخر بتجربة رائدة في مجال الحوار الثلاثي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أثار جائحة كورونا إلا أن كلا من الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال قد أثبتوا حرصهم على استمرار التنسيق الثلاثي بمختلف الطرق. كما استعرض سعادة الوزير جهود الحكومة الموقرة في مواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا، ما جعل البحرين في مصاف الدول التي لها الريادة في الإجراءات الوقائية والاحترازية في المجال الصحي والاجتماعي والاقتصادي.